أغرب وظيفة بالعالم راح أشوفها وظيفة هاي البنية. هاي البنية اسمها مايران، من بريطانيا، عمرها 23 سنة، حبت تعيش عيشة الكلاب. تجني شهريا ما يقارب 10,000 دولار مقابل الشهر الواحد. كل الأعمال اللي تسويها تقوم بها مثل ما الكلاب تقوم بها، تمشي على أيديها وتمشي على رجليها، ما تصدر أي كلام مثل ان احنا البشر، تنزل نباح الكلاب. هذا الرجال الكبير اشترى هاي البنيه، اشتراها لمده شهر كامل مقابل 10,000 دولار للشهر، واعتبرها كلبه بشريه له. وشوف شلون يسجنها مثل الكلاب، وشلون يخلي الحبل براسها وهي تنبح حالها حال الكلاب. حركات البهلوانيه اللي يسويها متدربه عليها، حتى الاكل مالتها اللي تاكله مثل ما ياكلونه الكلاب. بيوم من الايام نشرت تغريده عبر تويتر وتقول اني احب اعيش عيشه الكلاب، لان اني احس بنفسي مو انسانه، احس بنفسي انه اني انخلقت او اجيت للدنيا حتى اصير كلبه. ومثل ما تشوفون، شوف شلون تخلي الماعون بحلقها، وشوف شلون تسوي حركات مثل الكلاب، طلع لسانها مثل الكلاب وتمشي على اربع ايدين واربع رجلين. بس انا اشوفها بنيه كيوت وبنيه مرتبه، وحرامات هذا اللي جاي يسويه. وحتى الشرب مالتها للماء تلعق مثل ما تلعق الكلب. شوف سبحان